اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ كابتن، مبارك يا حبيبي. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله بون الحمد لله. ايضا صبري سراج، ازيك يا صبري؟ سلفول يا كابتن، كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله. خليني ابدا الاول ونتكلم بشكل عام عن هذه المباراه، وايه الفرق ما بين هذه المباراه ومباراه نهائي الكاس من وجهه نظركم؟ طبعا طبعا لا، فرق كبير، الظروف مختلفه، الدنيا اختلفت، حتى النادي الاهلي نفسه قائمته حاليا يعني الغيابات فيها اكتر، ضغط المباريات كبير جدا يا كابتن اسلام، وحتى عندنا اصابات ما بين الاصابات العضليه وبين اصابات هي مش عضليه. النهارده لما لعيب كتفه يتخلع او يبقى عنده مشكله في كسر او شرخ او حاجه زي كده، دي ما مش شد يعني، ملاش دعوه برده بضغط المباريات او حاجه، ولكن هو ده قدر النادي الاهلي. تقريبا بنتكلم في حوالي 10 لعيبه ممكن يبقوا غايبين بكره عن القائمه يا كابتن اسلام، عدد كبير جدا. نتكلم في اللي هم لو اللي بيلعبوا بشكل مستمر بنتكلم في 8 لعيبه، رقم كبير في ظل ان احنا ممكن يعني واحنا بنتكلم نستعرض برضه كابتن اسلام قائمه مباريات النادي الاهلي من بعد مباراه نادي الزمالك، ونشوف ان احنا يعني ازاي الغيابات دي مؤثره، عشان البعض خلي بالك البعض بيطلع في التلفزيونات والاعلام يقول لك ايه يا باشا الاهلي عنده قائمه مش عارف بالملايين، ده عندهم مش عارف لعيبه عامله ازاي. لا، ما انت النهارده الفرقه البطل والفرقه اللي هي بتنافس على اكتر من بطوله لازم يكون عندها اكتر من لاعب جاهز، عشان خاطر الروتيشن وعشان خاطر الكل بيلعب ومفيش عندنا فرق بين اللعيب الاساسي واللعيب البديل. فلو احنا استعرضنا كابتن اسلام الجدول ماتشات النادي الاهلي انت هتتصدم، ده احنا بنتكلم في جدول بس لحد يوم 3 يونيو. بص يا كابتن اسلام، ادي هنلعب الزمالك 3 مايو، لا 3 يونيو، لا بنتكلم التوقف الدولي النهارده. بص 15 ده الزمالك، بكره يوم 20 انت تسافر تطلع الكونغو ترجع تلعب مازيمبي. معلش، من 15 ل 20 حضراتكم شايفين 5 ايام، ولكن من 15 ل 20 انت عندك سفر للكونغو. للكونغو بالظبط، وهترجع من السفر. من 20 ل 26 عندك الرجوع من الكونغو. بالظبط كده، ترجع وتستعد لمباراه الاياب. بص بقى 26 26 بعد كده 1 مايو 4/7/11 اسماعيلي جونه اتحاد بلديه، كل بقى ماتش في حته، اللي في الاسكندريه واللي في القاهره واللي في المحله، كل دي بص الفرق الزمني عامل ازاي. عندك بقى في 3 ماتشات دول لو ربنا كرم ان شاء الله، وده اللي نتمناه ان احنا لو تاهلنا للنهائي يا كابتن اسلام المباريات دي هتتاجل، هي يعني المقاولين وسموحه وزد. اوكي، دول هيتاجلوا عشان ذهاب واياب النهائي دوري ابطال افريقيا، حال ان شاء الله ربنا كرم وتاهلنا، لان النهائي هيبقى 18 مايو. لا قدر الله حاجه ثانيه، هتلعب 15 19 25 بالظبط كده. أوكي. لا 27 19 27 بالظبط كده. فالنهارده بص الجدول، وبعد كده عندك توقف دولي للمنتخب اللي هو بيتكلموا اصلا فيه عن تسريبات لتصريحات لكابتن حسام حسن عايز بدري، ان هو عايز بدري اسبوعين. طب لو النادي الاهلي اتاهل للنهائي هنجيب الاسبوعين دول منين؟ اوكي، فالجدول مزدحم جدا مع قائمه الاصابات دي. ده جدول مزدحم، وانت بتتكلم ان احنا وصلنا لشهر 6 ساعتها. حتى لو النادي الاهلي لعب المباريات دي كلها يعني هيبقى لاعب يا دوب نكون قفلنا ال 17 ماتش بتوع الدور الاول، الدور الاول اللي هو حتى انت هيبقى عندك ماتشات كمان لسه مؤجله. فكل ده مع الاصابات دي، وتلاقي الكلام والضغط على النادي الاهلي، فين الاداء وفين المكسب اللي بالسكور وفين الموضوع صعب. طبعا ده قدر النادي الاهلي، ولازم اللعيبه تبقى عندها ان هي تستغل خبراتها ان هي تلعب تسجل وتستغل الفرص، ولكن في النهايه دي الظروف اللي النادي الاهلي بيتحط فيها. ونتمنى ان شاء الله ان مباراه الزمالك باذن الله تعدي على خير، لان هتفرق معانا طبعا في جدول الدوري وحتى معنويا للمباراه اللي جايه. طبعا مباراه الزمالك في الاخر. صبري، والله انا ما بعتمدش فوارق قبل الماتشات بتاعه الاهلي والزمالك دي خالص، يعني ما بحبش ابص على فوارق، هي دايما القمه هي القمه، والفرقتين بيبقوا داخلين بدوافع مختلفة. انا اتوافق مع هذا الكلام. ايه قبل المباراة انت كنت عامل ازاي؟ ده ما بيفرقش في اي حاجة خالص في المباراة، في الاخر هي 90 دقيقة، اللعيبة هنا وهنا بيكونوا مستنفرين وفي اعلى حالات التركيز. حتى لو النتائج كانت مهتزة لفريق من الاثنين قبل القمة، حتى لو الغيابات كتير، القمة ملهاش حسابات خالص، تعتمد هي في الاخر ماتش كورة 90 دقيقة، كل لعيب بيبقى نازل نفسه يحقق حاجة لناديه ولنفسه، ماتشات بتخلد في التاريخ وفي تاريخ الكورة، بتدخل اللعيب اللي بيسجل هدف بيدخل تاريخ الكورة حتى لو تاريخه كله اختصر في هذا الهدف. لكن في الاخر الماتش هو او 90 دقيقه دي هي اللي هتحدد ايا كانت الفوارق قبل المباراه. حتى لو اتكلمنا على غيابات، هنا في لعيبه غايبه كتير، وهنا في لعيبه غايبه كتير، هنا في لعيبه راجعه من اصابات او ما بتشاركش بقى لها فتره وهكذا، لكن القمه هي القمه، فاي فوارق بتدوب اول ما صفاره الحكم بتعلن بدايه المباراه.
طيب وممكن نكمل على صبري في حته. ماتش 2-1 يا كابتن لو تفتكر بتاع موسيماني الموسم قبل الماضي الدور الاول، كان النادي الاهلي وقتها برضو عنده حوالي 12 لعيب غايب ما بين اصابات وكورونا، وقتها الشناوي كان مصاب، والنادي الاهلي الحمد لله قدر ان هو يكسب 2-1، وكان علي لطفي هو حارس المرمى وقتها. يعني نقول نستبشر خيرا ان حتى لو في غيابات الناس قلقانه، ان شاء الله اللي موجودين في الملعب طبعا ربنا يوفقهم ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق 3 نقاط. يعني ما توريني الطاقم التحكيم كده يا سمير، احب اتفرج على كابتن ابراهيم. انا الحقيقه كابتن ابراهيم نور الدين من الناس اللي انا بحب اتفرج عليهم، مش هو بيحكم بحب اتفرج عليه كلنا يعني كابتن ابراهيم ماشي خديني. طيب ده طاقم التحكيم اللي هيبقى في مباراه بكره، كابتن ابراهيم نور الدين حكم الساحه، كابتن سامي هلهل حكم مساعد اول، كابتن هاني عبد الفتاح حكم مساعد ثاني، كابتن احمد الغندور حكم رابع، كابتن محمد عادل حكم فيديو، كابتن عاطف حسين مساعد حكم فيديو، كابتن محمود ابو الرجال ما اعرفش ليه كابتن محمود ابو الرجال مع ان الكابتن ابو الرجال بالنسبه لي هو الافضل طبعا، كابتن سامي هلهل وكابتن هاني عبد الفتاح هايلين ورائعين وكل حاجه، ولكن كابتن ابو الرجال عموما هو ده طاقم التحكيم. رايكم في اللي حصل واعلان اعتزال كابتن ابراهيم نور الدين لهذه، وانا قد المقربين كمان ما اعرفش ده مقصود ولا لا عشان يطلع يقول لا انا مش هعتزل الا نهايه الموسم، ولكن المقربين من الكابتن ابراهيم قالوا كمان انه قد تكون هذه المباراه هي المباراه النهائيه او المباراه الاخيره بالنسبه له. يعني دايما اتحاد الكوره فيه لازم يحط التاتش او الجدل، طبعا هم طلعوا وقالوا ان ده بريرا روح لبريرا بريرا ماشي يعني تمام بريرا ما هو بريرا محسوب على مين؟ هو مين اللي معينه؟ انا اللي معينه؟ هو لو نجح هو اللي نجح، هو اتحاد الكوره اللي نجح بالظبط، وفشل يبقى فشل اتحاد الكوره ده الطبيعي. فالنهارده لا الاختيار ده طبعا مثير للجدل يا كابتن اسلام، وطبعا مع كامل الاحترام لطاقم التحكيم ولا اي تشكيك او اي حاجه، ولكن لو بصيت كده على السوشيال ميديا كابتن اسلام والناس بتتكلم هيقول لك ده لو اتحاد الكوره حابب يبوظ ماتش ما كانش هيعمل كده. يعني الكابتن ابراهيم نور الدين المشكله ان هو ليه سوابق كتير فيها مشاكل، وان هو دايما الناس كان هو بيبحث عن اللقطه. ففي مباراه مهمه زي دي بعد مباراه نهائي كاس لسه من شهر اصلا كان في حكم اجنبي، كان الناس اصل الجون ومش الجون والفيلم ده، وده حكم اجنبي ما بالك بحكم مصري. فالنهارده انت بتدي فرصه اكبر لاي حد ان هو يتكلم. طيب خلصنا من دي. كابتن ابراهيم نور الدين اصلا مع النادي الاهلي عنده سوابق صعبه جدا، وهو حكم اعتقد قبل كده مباراه قمه في دوري 14. اللي هو 2014 كانت المجموعات في الدور الرباعيه، الماتش خلص فوز النادي الاهلي 1-0، ولكن النادي الاهلي كان وقتها على ما اتذكر يعني كان ليه ضربه جزاء لم تحتسب، في ضربه جزاء احتسبت لنادي الزمالك وقتها اثارت جدل، هي ضاعت ولكن اثارت جدل طريقه احتسابها. هو نفسه من 2018 في ضربه جزاء لوليد ازارو يعني 100% واضحه وضوح الشمس، كان اعتقد في مباراه انتاج حربي وما احتسبهاش. التحكيم المصري نفسه مع النادي الاهلي وهو كسبان في جدل، يعني هنتكلم والنادي الاهلي كسبان، عشان برضو الناس لو تفتكر الحلقه اللي فاتت مع حضرتك قلت لك احنا ما بنتكلمش عن الاخطاء بس لمجرد ان احنا خسرانين، لا ده احنا كسبانين بندور على حقنا. ليه؟ لان بتفرق، ممكن تفرق في سكور، تفرق في نتيجه، تفرق في سيناريو طبعا. مباراه 2-1 بتاعه بيتسو موسيماني كان فيها جدل تحكيمي، مباراه 1-1 كان في ركله جزاء لرامي ربيعه الفار ما رجعهاش. على فكره انا ما عنديش مشكله ان يبقى عندك جدل تحكيمي، بس ده لازم انت لازم تدور ان انت ازاي يعني تختار الانسب عشان ما حدش يتكلم. لكن هو دلوقتي اللي ماشي ايه في السوشيال ميديا يقول لك ما هو يا جماعه ما انتوا لو جبتوا حكم اجنبي ما حدش هيحاسبه، محدش هيطلب منه تقرير. تقرير صح. يعني لكن ال كابتن ابراهيم لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، انا لو جبت حكم اجنبي الحكم الاجنبي ولا يعرف ابيض ولا يعرف احمر. صح يعني مش عارف. فانا بالنسبه لي ان انت تبقى مين اللي هيحاسب كابتن ابراهيم نور الدين يا صبري؟ انا يمكن مش فاهم. لا محدش هيحاسبه، هو الراجل هيعتزل بقى بعد بعد المباراه. هو الحقيقه اختيار غريب جدا وغير مبرر على الاطلاق، يعني سواب قول تاريخيه مع النادي الاهلي، حكم له اسمه وله احترامه وكل شيء، لكن حتى في ترشيحات لجنه الحكام او للقائمه الدوليه وللمباريات الدوليه هو مش من الحكام الصف الاول دلوقتي اللي بيتم ترشيحهم للمباريات، يعني في اكتر من اسم سبقه. فاختيار غريب جدا ان انت تتجاهل كل الاسامي اللي في الاول دي لو انت اصريت على حكم مصري يعني ولعبتهم ماتشات، فانت تجاهلت 1 و2 و3 و4 ويمكن 5 كمان، وبعدين فكرت كابتن ابراهيم نور الدين اللي هو بيقضي موسمه الاخير، هل على سبيل التكريم؟ لو على سبيل التكريم كان ممكن نعمل له ماتش اعتزال ونروح احنا النادي الاهلي نشارك فيه عادي، انما انت بتجيب حكم
خلاص بي 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 بيعلق الصفاره زي ما بنقول، يعني خلاص هيسيب الملعب، فبتدي له ماتش مهم زي ده على سبيل التكريم. الحقيقه شيء غريب جدا ومش مقبول، ومش هنتقبل الكلام عن انه لا تم اختياره لان هو حكم كفء وهو الافضل حاليا ومش عارفين. الكلام ده الحقيقه مش حقيقي ومش واقعي، فشيء غريب جدا. انا اتمنى بس من الكابتن ابراهيم نور الدين ان هو يحسن ختامه في الملاعب، ينتصر لاسمه، يبقى شايف ان مباراته الاخيره لازم تكون ماشي. ما دي نهايه عندي فيها مشكلة جيدة. انا ليه؟ عندي دي مشكله ان ينتصر لاسمه، لانه كمان كابتن ابراهيم لا يقتنع بال صحيح. بان هناك اخطاء. هو بيطلع دائما ما يدافع عن، هو من وجهه، على فكره هو من وجهه نظره ان هو لم يخطئ، فهو بيطلع يقول يا جماعه انا ما اخطاتش، هي ضرب جزاء. هي ضرب جزاء سواء للأهلي او ضد الاهلي، افضل مبارياته يعني نتعشى من يعني نتعشى من احنا رامز الوحيد اللي طلع منه التصريح على ركله الجزاء ازاره، قال له يعني لما شفتها طبعا كان ممكن، بس يعني مش هندم، يعني مش اكيد مش هندم على قرار، ولكن لكن فيهم وده رامز عشان المقلب تقريبا من صدمه المقلب عشان صدمه المقلب اعترف يعني ما قبل المقلب ما قبل المقلب كان الاتفاق على، وده حق كل واحد يروح اي برنامج وياخد عليه مبلغ مالي كبير. طيب خلينا نخش بقى في الارقام، نبعد عن شويه الحاجات دي ونخش في الارقام. يا ايمن ابدا بيك، يعني من باب التفاؤل مش نتكلم عن بطولات الاهلي فقط مع الزمالك في كره القدم، ولكن في كل الالعاب خلال هذه الفتره. يعني خلينا قلنا نخرج الناس من المود شويه، الناس برضو مضغوطه ودايما قبل ماتش لاي زاك بنضغط الحقيقه بسبب اختيارات غريبه، لكن طبعا اختيارات غريبه للحكام. يعني احنا بنتكلم دي الاهلي والزمالك في الالعاب الجماعيه الموسم الحالي. يعني في كره القدم احنا لعبنا ماتش نهائي الكاس الحمد لله كسبنا، في الطائره رجال الحمد لله كسبانين 3 ماتشات اعتقد منهم سوبر، وفي الماتشين الدوري اللي خدنا فيهم الدوري. طائرة سيدات كسبنا 3 ماتشات وخسرنا مباراة، في السلة رجال كسبنا 4 وخسرنا 1، في اليد رجال كسبنا 3 وخسرنا 1. طبعا اليد لسه مشوار الدوري ممتد، السلة لسه مشوار الدوري ممتد، فنتمنى التوفيق يعني لنادي الأهلي، ولسه نكمل كمان اليد في السوبر الأفريقي، فنتمنى التوفيق ونزود الرصيد ده. في يد السيدات الفوز 4 مباريات، فبنتكلم في الاجمالي 18-3 عفوا مش 4. فدي بس النهارده على بنتكلم ايه من باب التفاؤل ان احنا لعبنا الزمالك في كل الالعاب دي وقدرنا ان احنا نكسب، فان شاء الله بكره نضيف انتصار جديد للنادي الاهلي في مباراه الزمالك. هي في الاخر زي ما بنقول هي مباراه كره قدم بتاع الدوري 3 نقاط بالزبط. يعني برضو بنحط الامور في النصاب، ولكن تبقى ان الديربي هيفضل ديربي في اي وقت وفي اي زمن وفي اي يعني بطوله، ولكن في النهايه الناس مضغوطه، الناس خايفه، الناس قلقانه، ده الطبيعي جدا في الكوره، ولكن ان شاء الله الارقام دي تبقى مؤشر ان النادي الاهلي الفتره دي كويس، كعبه عالي، ان شاء الله الكعب ده يستمر يعني. طيب كولر في اكتر من مناسبه الحقيقه وتحت ظروف مختلفه قدر يتعامل خلال الفتره السابقه السنه ونص اللي فاتوا مع نادي الزمالك، صحيح. ولكن عندنا الظروف المره دي اصعب شويه، في ظل زي ما شفنا الجدول اجهاد كبير جدا لكل او لمعظم اللاعبين اللي معظمهم لعب مباريات كثيره، كمان عدد كبير من الاصابات اللي موجوده. صحيح، هو تعامل مع 4 مباريات لحد دلوقتي، يمكن بكره هتكون مباراته الخامسه قدام نادي الزمالك. المباراه الاولانيه كانت السوبر، كانت في بدايه مهمته مع الفرقه، ما كانش لسه عارف الفرقه قوي، قدر يحقق الفوز وكسبنا 2-0. بعدها لعب 3 مباريات نهائي كاس ولعب دوري ولعب يعني تقريبا في كل البطولات الممكنه اللي نقدر نتقابل فيها اتقابلنا، وقدر يحقق في ال4 مرات الفوز على نادي الزمالك، ولو حسبناها كمان بمعدل الاهداف كولر كسبان الزمالك 11-1 في المباريات في ال4 مباريات سجلنا الأهداف. 11 سجلنا 11 هدف معانا الجدول برضو لو سمير واستقبلنا هدف واحد، فهو عنده تفوق نفسي كمان كبير على الزمالك، نتمنى ان هو يستمر بكره. ده انا بشوف برضو طبعا نتمنى انه يستمر، ولكن يعني ايوه بالظبط، يعني بكره 90 دقيقه مختلفه عن اي 90 دقيقه اتلعبت قبل كده، والكوره في الملعب
انما أيوة. احنا بنتكلم عن ارقام تاريخ، يعني بنقول تاريخ، ربما التاريخ ده يكون له بعض الاثر بكره، ان اللعيبه هتنزل واثقه من نفسها، الراجل بيعرف بيدينا مؤشر ان الراجل بيعرف يتعامل مع مباريات القمه بشكل كويس، لكن برضو حاله اللعيبه بكره، افكاره هو بكره، الحاله اللي هيكون عليها نادي الزمالك وافكار المدرب بتاع نادي الزمالك هي اللي هتحدد بكره الوضع، هيكون توفيق هيكون في صالح مين، ده اللي هيبان بكره في الملعب. لكن زي ما بنشوف اهو، احنا لعبنا الزمالك او كولر قابل الزمالك 4 مرات، حقق الفوز، سجلنا 11 هدف واستقبلنا هدف، ودي ارقام طبعا مهمه وكبيره جدا الحقيقه. افكار جوميز بكره ايه؟ يعني لا، احنا بنتكلم جوميز في الفتره يعني ممكن برضو لسه نقول هي قليله مع نادي الزمالك، هي مش كبيره، بس اكيد هو استفاد من فتره التوقف الدولي، خصوصا ان بعد طبعا لان بعد نهائي الكاس وخساره نهائي الكاس كمان، هو خسر ماتش في الدوري امام الجونه وقت ما الاهلي كان خسر امام البنك الاهلي وحصل التوقف، وهو قدر اعتقد ان هو يعني يطور شويه من اداء اللعيبه، رغم ان شفنا في مباراتين فيوتشر امور كانت قريبه، لكن رقميا زي ما صبري قال كده، رقميا احنا بنتكلم راجل عدى للسيمي فاينل، يعني ممكن نشوف ارقام جوميز مع نادي الزمالك، تقريبا لعبوا 9 مباريات. ورينا يا سمير لو سمحت الارقام برضو ليها مؤشر. دي ارقام الزمالك مع جوميز، 9 مباريات، كسبوا 5، تعادلوا 2، خسروا 2، سجلوا 11 واستقبلوا 6. من الشواهد في الارقام دي يا كابتن اسلام ان برضو الحاله الدفاعيه لسه مش في افضل حاله عن نادي الزمالك، رغم ان ممكن نقول زي ما الكباتن كده قالوا في الفقره اللي فاتت ان الامور هجوميا افضل، ولكن نسبيا يعني ان الزمالك تحسن هجوميا افضل، ولكن الدفاع لسه في امور هنتكلم عليها يعني مع حضرتك في باقي الحلقه، ولكن دي بشكل عام دي ارقام الزمالك مع جوميز. ممكن نشوف ان مين اكتر لعيبه ساهمت في الاهداف مع جوميز يا كابتن اسلام. هو زيزو طبعا رقم واحد، ساهم في 7 اهداف، سجل 6 واستقبل 1، يعني لما الجدول يطلع معانا زيزو. وخلي بالك رقم 2 شيكابالا، من الناس اللي ساهمت معاه في اهداف بنتكلم في الدوري، ولكن مش هيكون موجود. مين؟ شيكابالا. شيكابالا يعني ساهم. شيكابالا مصاب اعتقد، او مصاب من اكتر اللعيبه اللي ساهمت مع الزمالك. دي ارقام سيد زيزو، احمد سيد زيزو كابتن في الدوري، لان هو من اهم مفاتيح اللعب طبعاً. لجوميز 10 مباريات، سجل 6، صنع 1، نتكلم ده في الدوري بس. معدل دقه التمريرات بتاعته في المباراه الواحده يعني 87%، يعني ده نسبه من 10 ماتشات. التمريرات الطوليه، ودي حاجه من اللي الزمالك بيعتمد عليها مع جوميز، 71%، والعرضيات 32%. بص برضو الخريطه الحراريه اللي هتطلع ليه يا كابتن اسلام، بص تحركاته عامله ازاي في الشق الهجومي. الاحمر ده الاماكن، اكتر اماكن هو جري فيها في المباريات. ده نص ملعب الاهلي اللي يعتبر اللي هو الهجوم، يعني الهجوم زي السهم، مع السهم كده كابتن اسلام. بص هو متحرك في كل حته، يمكن هو اليمين هتلاقي اكتر شويه، ولكن هو موجود في الناحيه الشمال، هتلاقيه موجود في منطقه الجزاء، حتى في التغطيات اللي هي الاماكن الثانيه. فلعيب مهم. مع صبري ممكن نستعرض برده فتوح من اللعيبه المهمه ومن اهم ثالث اكتر لاعب مساهم في اهداف مع نادي الزمالك. انا بشوف ان فتوح ده من افضل اللاعبين برضو اللي موجودين. صحيح، فتوح لعيب موهوب جدا، يعني لعب 6 مباريات، سجل هدف وصنع 3، لمس الكوره في كل مباراه، يمس كوره حوالي 88 مره، معدل دقه التمريرات بتاعته 83%، معدل كويس جدا، خصوصا ان هو برضه من مفاتيح الهجوميه. فاحنا بنتكلم على تمريرات معظمها بيكون بالعرض او للامام، فهي نسبه كويسه قوي. دقه التمريرات الطوليه 40%، ودقه العرضيات 42%، ده رقم كبير قوي بالنسبه للعرضيات، ده معناه ان عرضياته قد ايه متقنه. خريطته الحراريه طبعا معظمها بيكون في الجانب الايسر من الملعب، هو بيلعب عاده الكروسات بشكل الايرلي كروس زي ما بنقول، ما بيوصلش للخط ويرفع، هو بيرفع من مناطق قبل منطقه الجزاء. عنده مهارة عالية جدا في المراوغة، بيدخل لقلب الملعب كتير او للشانلز اللي ما بين الفول باك وبين السنتر باك، المنطقة دي هو بيعرف يتحرك فيها كتير وبيدخل فيها كتير، من مفاتيح اللعب المهمة طبعا جدا لنادي الزمالك. يمكن هو وزيزو اهم مفتاحين بكرة للزمالك في المباراة، في ظل ان شيكابالا مش هيكون متاح ولا مصطفى شلبي، فهيكون اعتماده بشكل كبير في الحالة الهجومية طبعا على زيزو. عرضيات زيزو، بص يا كابتن اسلام في الخريطه دي بيبان شويه زي ما صبري قال كده، ان هو بيخش ساعات للعمق،
الملعب مش بس لعيب طرف. هو كان بيعمل اكتر كده مع المدرب اللي قبل ده، مش معتمد. سوري بس سوري كان كان بيلعبه صراحه لعيب وسط ملعب، لكن بنتكلم ان هو كفول باك، يعني هو مع جوميز بيلعب فول باك. يعني بص في لقطتين جبناهم صورتين في اللي هو الاسيست اللي عمله في جول الاتحاد السكندري، حتى عامله باليمين. بص هو موجود فين تمركزه يا كابتن اسلام. اوكي خد الكوره ولعب الثرو باس هتلاقيه، ودي من حاجات نقاط القوه اللي عن نادي الزمالك اللي بيلعبوا عليها، حته ان هو بص هتلاقي كام لعيب حوالين منطقه ال 18 وفي لعيب بيعمل الثرو اللي هو سواء يا اما الكره العرضيه يا اما الثرو بالشكل ده، وحتى لعيبه برجل اليمين ناصر ماهر اللي هو في النص ما بين الاثنين. اعتقد سامسونج جاب كان هيجيب جون كان كده يعني كان هيجيب جون، هو اتلغى اوف سايد لكن ده الجون بتاع اسمع معمول له كده برده بالظبط. ايوه ناصر ماهر، ما ده جون ناصر ماهر، يعني دي لعبه جون ناصر ماهر، ودي من نقاط قوه نادي الزمالك. احنا كنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده يا كابتن اسلام قبل او انا في الاستوديو التحليلي قبل القمه، اتكلمنا على الفلسفه بتاعت جوميز الهجوميه دي والحته بتاعت التجميع ويلعب على الطرف اللي هي عمر جابر لما بينطلق او زيزو ان هم يخشوا من الطرف اليمين. واضح جدا ان هو مفضي الطرف اهو الاطراف الطرفين بالظبط كده، وهنا هو بيلعب الحته الثانيه بتاعت العمق اللي زي ما حضرتك قلت كده في كره سامسون اللي هي كانت لغت اوف سايد، وهنا الكره دي الجون الثاني بتاع ناصر منسي. اللعيب الثالث اللي ممكن نكمل ناصر ماهر، ناصر ماهر عفوا، اللعيب الثالث يا كابتن اسلام اللي من اللعيبه المهمه في طريقه لعب جوميز هو دونجا. ده من اللعيبه اللي تقريبا بوز كان لعب 11 مباراه سجل جون، بس هو سجل الهدف ده سجله في بدايه الموسم وصنع هدف اللي هو الهدف كان بتاع الداخليه ده مع جوميز، لكن هو الهدف اللي سجله كان سجله في بدايه الموسم امام بيراميدز. بص تطوره مع نادي الزمالك عموما في فتره جوميز ان هو معدلات لمسه للكره في المباراه 91 مره، فده معناه الكره بتوصل له كتير. هو من اللعيبه المهمه رقم 6 عندهم، هو الرابط بالظبط كده. دقه التمرير بتاعته 85%، ده برده فيها تطور كبير، تطور كبير بالنسبه لدونجا، لان دونجا ما كانش كان بيعمل ميس باس كتير بالظبط كده. التمريرات الطوليه برده بيلعب التمريرات الكروسات الطوليه بدقه كويسه، والعرضيات بيلعبها برده بنسبه كويسه. دونجا من اللعيبه، يعني بنتكلم في 6 لعيبه كابتن اسلام مع في طريقه جوميز، بنتكلم في نقاط القوه في 6 لعيبه هو ما بيغيرهمش تقريبا طالما جاهزين. عمر جابر عواد، عمر جابر المسلوسي، عبد المجيد فتوح، دول الطقم الدفاعي معاهم دونجا ومعاهم زيزو. دايما اللعب بيبقى في 4 لعيبه. حتى انا بص يا كابتن اسلام الخريطه الحراريه بتاعته هو كلاعب رقم 6 مغطي بيكفر كتير، عشان كده ساعات حتى جوميز في طريقته ممكن بيطمن فيلعبه لوحده ويلعب جنبه حمدي، بس مش في ماتش الاهلي اعتقد هو غامر في نهائي الكاس. في نهائي الكاس غامر عملها، يعني لعب عبد الله السعيد واوباما قدام دونجا وقتها. هل هيغامر في ماتش اللي هو الدوري ولا هيلعب بشحاته؟ هي دي التركايه اللي هم لسه يعني لسه ما وضحتش. طيب اهم نقاط الضعف بقى اللي موجوده في نادي الزمالك، التمركزات الدفاعيه عندهم الحقيقه فيها مشاكل. وجود دونجا الوحيد في نص الملعب، هو اصلا قائمه الزمالك ما فيهاش لعيب نمره 6 تاني غير دونجا، فهو اي لعيب تاني بيلعب جنب دونجا حتى لو بياخد مهام دفاعيه هو اصلا لاعب 8 يعني شحاته، عبد الله، احمد حمدي، ناصر، اي اوباما، اي لعيب من اللعيبه دي هو اصلا مش لعيب، مش هاف ديفندر يعني مش لعيب نمره 6. فهو دايما دونجا بيكون لوحده اللعيب، ودايما ممكن يتحط معاه في الماتشات الثقيله. هو ما عملش كده في الماتش اللي فات، بس انا اتوقع ان هو على الاقل هيحط شحاته جنبه بمهام دفاعيه واضحه. يعني انا شايف انه العكس، لانه الدوري بالنسبه له نهائي كاس هكسب هاخد بطوله، لكن هنا في الدوري مش فارقه، بس خسر هو ما عندوش استعداد بكره ان هو يفقد نقاط المباراه، فمش هيكررها تاني. يعني ما اظنش انه هيكررها تاني ان هو يحط دونجا لوحده، يعني اللي هو مش هيحط دونجا لوحده، مش هيحط دونجا لوحده. يعني اعتقد ان هو ممكن يحط شحاته وبعدين يفكر مين الثالث اللي هيكون جنبهم. التمركزات الدفاعيه بتاعه الزمالك في الكرات اللي عليهم لو استعرضنا الحالات هيبان فيها ان في عدم تمركز جيد، سواء في لما بيتعمل عليهم هجمات مرتده مباراه الاتحاد، في ادي مثلا في مباراه الاتحاد مساحات كبيره جدا وواضحه جدا، مساحات كبيره جدا وهم عندهم بطء في الارتداد، بس كيف يمكن استغلالها؟ هو ده بالظبط. يعني هنا على فكره راجع للاعيبه خط النص، لعيب الاتحاد هنا راح انفراد وكان معاه اللعيب الافريقي اللي هو بيجري في النص ده، هم الاثنين راحوا على الجون، هو راح ضيعها ما بصاش حتى. فزي ما حضرتك بتقول مهم جدا الاستغلال. طبعا جزء من المشكله هو الزمالك بيبقى كويس قوي، او خط وسط الزمالك بيكون كويس قوي الكره معاه، لان كلهم لعيبه كوره وكلهم في الناحيه الهجوميه عندهم تفوق، انما في الحالات الدفاعيه بيبقى عندهم مشاكل في الارتداد، فبيبان جدا ان الفرقه بص يعني هنا حتى في مباراه فيوتشر
فيوتشر رايح باربع لعيبه، في اثنين هم اللي مغطيينه مش مغطيين صح، واثنين لسه يا دوبك جايين لسه يا دوبك. هي لو اتلعبت صح جون اتلعب دي كره جون طبعا، ما دي كره جون بس هي جون بس خلي بالك هي وحشه، هي زي صعبه هي عواد اللي ما عرفش، لكن هي صعبه كان ممكن يلعبها احسن من كده. طبعا صح. هنا برضو دي في مباراه الكاس الكره بتلعب طويله، اربع لعيبه او ثلاثه في الخط الهجومي من الاهلي وسط ثلاثه على ثلاثه، بس الثلاثه ما فيش حد ماسك حد، الكره اتلعبت بسهوله جدا ممكن تروح. على فكره دي امام عاشور خدها وكان في منطقه الجزاء وكعبل وبعد رجع بيها لبره. ايوه بالظبط كده، اللي كان فيها ضربه جزاء وما اتحسبتش. في الكرات العرضيه عندهم مشكله برضو ان هم الحقيقه دايما بيبصوا على الكوره فما فيش تمركز سليم، يعني لو بص حضرتك هتلاقي كل اللعيبه بص على الكوره اللي جايه بالعرض فمحدش ماسك حد، لعيبه المنافس لوحدها تماما، لعيبه الزمالك كلها بص على الكوره. اللي جاب الجون ده جون الجونه الثاني اللي جاب الجون اخر لعيب اخر هناك ده خالص يعني هي راحت لاخر لعيب هو اللي حطها، لان كل لعيبه الزمالك بص على الكوره، بص هنا بص على الكوره، فمحدش ماسك حد، محدش شايف مين اصلا لعيبه الجونه اللي رايحه. فهم التمركزات الدفاعيه فيها مشاكل، والارتداد بتاع لعيبه نص الملعب للحاله الدفاعيه فيه مشاكل، لان هم كلهم سواء كاعمار سنيه او حتى ك تعود كلاعيبه خط نص كلهم لعيبه مهاجمه او لعيب كلهم خط نص مهاجم، فالحاله الدفاعيه عندهم دايما بيكون فيها مشاكل سواء في الارتداد او في الضغط. دي اعتقد حاجات احنا ممكن نستغلها جدا في المباراه. يعني ايمن برضو من اهم يعني نقاط الضعف الواضحه في نادي الزمالك ما بين الباك والستوبر. بالظبط كده، فدي فرصه ان النهارده التقدمات عمر جابر واحمد فتوح في كتير من المواقف لما بيسرحوا بيسببوا وراهم فراغات. كمان المسلوسي رغم ان هو بيجيد اللعب دلوقتي كمساك ولكن برضو عنده ساعات بيبقى عنده بطء، يعني حتى المسلوسي اعتقد في مباراه 5-3 كان في ركله جزاء، يعني احتسب عليه ركله او ركلتين جزاء. فحسام عبد المجيد برضو ساعات بيبقى عنده اخطاء لما الكره بتبقى تحت رجله، لان الزمالك مع جوميز ساعات بيلعب على حته البيلد اب وشفنا بيصر عليها جوميز بيصر طبعا عليها. يعني في مباراه الاسماعيلي اللي هي كانت في البدايه حللناها مع حضرتك برضو قبل كده واحنا بنتكلم قبل مباراه الاهلي والزمالك، كان باين جدا ان الزمالك لما بيتضغط عليه بشكل معين وبيفقد الكوره سهل جدا تعمل المرتده زي ما احنا شفنا كده وتروح باعداد كبيره. فالنهارده لعيبه النادي الاهلي عليها ان هي النهارده مع الضغط هذا الضغط، احنا لاعبين يعتبر مباراه زياده عن نادي الزمالك في الفتره اللي هي دي، احنا لاعبين مباراه زياده عن نادي الزمالك هي مباراه انبي. فالنهارده مع هذا الضغط مع ان انت كمان عندك بعض الغيابات، فمهم جدا ان انت لما تلاقي فرصه زي كره امام عاشور كده انت رايحين ودي كره من الكور اللي كولر بيذكي جدا في ان هو بينوع فيها بيفاجئ بيها الدفاعات، فانت لو قدرت تفاجئ دفاعات الزمالك بالتحركات دي تقدر ان انت تسجل مبكرا، ودي هتسهل لك في حاجه تانية. انت لما تسجل مبكرا نادي الزمالك زي ما صبري كان بيقول هيبتدي يحاول يبقى الكره تحت رجله اكتر، فلما الكره تبقى تحت رجله اكتر بذكائك تخطف الكره تعمل مرتدات، فمن هنا انت تقدر تستفيد من نقاط ضعف نادي الزمالك، وحتى نقاط القوه اللي عندهم انت تقدر تحولها لنقاط ضعف في حاله ان انت قدرت تسجل مبكرا. يعني طيب اعرف برضو تشكيل نادي الزمالك من وجهه نظركم. انا بشوف انه عواد هم في ثوابت، يعني عواد ثابت، عمر جابر وفتوح. سمعت ان الكلام على عواد كتير رايح جاي، يعني ان هو ما بين لا يؤدي بشكل جيد في المباريات الاخيره بس هو خلاص صبحي مش متاح فما فيش غير عواد. فهو عواد في اليمين عمر جابر وفي الشمال فتوح، الاثنين الاستوبرز حمزه المسلوسي، وهو بيستخدمه لان هو الوحيد في الخط الدفاعي اللي بيقدر يبني هجمه. نعم. جنبه حسام عبد المجيد، دونجا اظن انه هيبدا بشحاته، واحمد حمدي او عبد الله السعيد بشوف ان هو ممكن يبدا بعبد الله. الثلاثه اللي قدام عبد الله الماتش اللي فات، وبالتالي ده ممكن تكون زائق في عبد الله ان هو يلعبه. الثلاثه اللي قدام زيزو طبعا في اليمين، وبظن هيبدا بسيف الجزيري قدام، والناحيه الشمال هو ما عندوش جناح صريح دلوقتي في القايمه خصوصا ان مصطفى شلبي مش موجود، هو بيستخدم ناصر ماهر احيانا في الحته دي، صحيح مش 90 دقيقه او ما بيكونش بادئ المباراه، هو لازم هيلاقي حل يعني بس هو الحته دي هو استخدم في بعض المباريات استخدم ناصر ماهر فيها، فهو الاقرب. نضاي مش موجود، مصطفى شلبي مش موجود، فهو ما عندوش حد جناح ما عندوش جناح صريح في الحته دي، فاظن هيكون ناصر ماهر. يعني مش هختلف كتير عن صبري، برضو عواد قلنا عنده ست لعيبه ما بيغيرهمش طالما جاهزين، عواد المسلوسي حسام فتوح شمال عمر جابر يمين، في النص دونجا
اللي جنبه هي دي بقى العالم. انا من وجهه نظري هو هيلعب احمد حمدي وعبد الله السعيد، مش هيلعب بشحاته. هو قناعاته بشحاته قليله شويه يعني من اللي احنا بنشوفه. فمن وجهه نظري ان هو هيبتدي بحمدي وعبد الله وعبد الله السعيد، خصوصا هو بيناهي بيهم الفتره الاخيره. وكمان عبد الله هو بيبقى عنده في ميزه في عبد الله موضوع السن، هو بيريح لانه عبد الله ما بيلعبش معاه كونفدراليه، فعبد الله بيبقى يقدر ان هو يضغط عليه. وحتى في مباراه الكاس هو لعب 90 دقيقه عبد الله. في قدام زيزو موجود، ناصر ماهر هيبقى اكيد موجود بعد الغيابات دي. دايما هو عنده معضله في حته المهاجم، سعاد سامسون، ناصر منسي، الجزيري. بس في الفتره الاخيره هي ممكن تبقى ما بين سامسون وما بين الجزيري، ممكن حد يقول له طيب. الجزيري مع التحكيم المصري راجل بيعرف زي ما كابتن حشيش كده قال، بيحاول يلعب دايما على حته ان هو ياخد ضربات جزاء، فممكن يحاول يلعبه. لكن برضه قناعاته بالجزيري مش افضل حل. يعني الاهلي يلعب بكره بمين من وجهه نظرك يا صاحبي؟ وجهه نظري طبعا شوبير، رامي، وعبد المنعم، هاني، ومعلول، كوكا، ندفد، السوليه، عمر كمال. عمر كمال جناح. جناح لان احنا عندنا ازمه في الاجنحه الحقيقه، احنا ما عندناش غير طاهر والمتاحين في القائمه يعني طاهر ورضا سليم وعبد القادر. فاظن ان هو هيستخدم عمر كمال كجناح، وسام ابو علي ورضا سليم ناحيه الشمال. وسام يبدا؟ اظن انا بشوف انه يستاهل يبدا الحقيقه. يعني انا مصطفى شوبير، عبد المنعم، ورامي ربيعه. لو 100% يبقى علي معلول في الجانب الايسر، محمد هاني برضو جانب ايمن. اتمنى او يعني اتوقع انه ممكن يستخدم عمر كمال فعلا كجناح ايمن، لانه لعيب جوكر بيقدر يلعب في اكتر من مركز، وكمان عنده حته العرضيات. ورضا سليم يلعب في الجانب الايسر. دي امنيات. احنا بنقول احنا مع كولر، هذه هي الامنيات. بكره ممكن تلاقي حاجه تانية خالص. كهربا في الهجوم، اللي في النص بقى الثلاثه اللي في النص، كوكا، السوليه، هو هيفضل الحيره في لاعب واحد، هتبقى ما بين اكرم توفيق او افشه. اكرم توفيق او افشه. مش ندفت صعب بعد ان هو لسه راجع من اصابه. هو اعتمد عليه في نهائي الكاس، بس هو لسه راجع من يعني لسه يدوب راجع من اصابه بقى له فتره. فاعتقد ان يعني اللي في الملعب حاليا ما بين افشه وما بين اكرم توفيق. يعني عموما بكره 11 هيلعبوا، احنا في ظهر ال11 اللي هيلعبوا، وفي ظهر اختيارات مستر مارسيل كولر في مباراه بكره. كل التوفيق لنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والصعبه في ظل توالي المباريات، وفي ظل حاله الاجهاد الواضحه لكل اللاعبين. انا لا ابرر شيء ولا اعطي تبرير لاي شيء، انا انتظر بكره من اي 11 هيلعبوا بكره ان شاء الله ربنا يكرم ونقدر نفوز في هذه المباراة. لا أعتقد أنها هتبقى بداية انطلاقة جديدة مع مارسيل كولر لما هو قادم، لأنه مهما كانت نتيجة مباراة بكرة القادم أصعب، وأصعب بكتير بكتير. لسه بقى ما نيجي نتكلم على مباراة مازن. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أمين على وجودك معانا. شكرا كابتن إسلام، وإن شاء الله بكرة ربنا يوفق النادي الأهلي. كمان في ألعاب تانية في اليد، ربنا يوفقهم في السوبر والكؤوس والطايره في بطوله افريقيا. الشهر ده دايما بيبقى كده زحمه. وقناه الاهلي والله يعني الفتره اللي فاتت قاعدين عليها 24 على طول ساعه الحمد لله. ماتشات وكلها الحمد لله فيها تتويجات ومراسم تتويج، فنتمنى الاستمراريه في الامر ده. كرم كبير من ربنا، صبر ان شاء الله ربنا يفرحنا بكره باذن الله وباداء كويس وبنتيجه كويسه، ويفرحنا بقيه الموسم بكل البطولات، ونعيد بقى السيره بتاعه الموسم اللي فات. نيجي كل حلقه نتصور مع ناس جديد، نتصور مع حاجات كتير ان شاء الله يا رب. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره، هذه المباراه الهامه جدا جدا جدا. عموما زي ما حضراتكم دايما عارفين، بكره الاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي كابتن ايمن شوقي هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه الخامسه لنقل كل الكواليس وكل ما يحدث ما قبل مباراه الزمالك والاهلي. انا بقول الزمالك الاول لانها مباراه نادي الزمالك. بكره زي ما قلت لحضراتكم الاستوديو التحليلي قبل المباراه بساعتين، وان شاء الله بعد المباراه بساعتين، وان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره الساعه 11 وحلقه جديده من البيت الكبير. اشكركم واشوفكم على خير.